لذا كنظن لا ننتظر من آل المراقبة الإدارية. فالمادة 26 كتقول على أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه كل لجنة وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وأنا هنا كنناقش ما كنناقش الأشخاص لأن الأشخاص يمكن له كامل الاحترام والتقدير. أنا أناقش تطبيق القانون الحرفي للقانون، هذا الخرق الأول. الخرق الثاني هو عدم احترام مبدأ المناصرة في تشكيل أو في تخصيص رئاسة المجلس. والخرق الثالث هو عدم تشبهنا بالقانون بالنظام الداخلي اللي كيقول على أنه خاص عند الترشح